ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ في حفل تقديم الجيلي الجي اكس 3 البرو. مجموعه عربيات كتيره نزلت جديده في السوق باسعار هلاميه كلها. يعني خلاص الجيلي الجي اكس 3 دي نازله على انها عربيه سب كومباكت اس يو في بموتور 1500 تيربو، اعتقد وصل على سي في تي، والهدف انها تبقى نازله في الشريحه الاقتصاديه. بس من المواصفات اللي قريتها لغايه دلوقتي انها مش نازله بثبات الكتروني، ونازله باتنين اير باجز بس، اي بي اس واي بي دي، والشايف غير كده يصلح لي. انا هيبان النهارده، لكن المفروض يبقى سعرها هادي وقليل يعني بالنسبه للوضع الحالي. طبعا انتوا عارفين المليون دلوقتي بقت رقم اقل من عادي، ما بيجيبش حاجه خلاص. يعني اديكوا شايفين كل الاسعار تزيد تزيد تزيد. بي ام دبليو زودت اسعارها جدا بطريقه تضحك، يعني كله بيزود اسعاره. شفتوا السي اكس 4 من سيتروين، ال 408 من بيجو، هعمل لكم ريفيو لسه لما ارجع ان شاء الله. وادي الجيلي، يعني في حركه عربيات، والجيتور الداشينج والاكس 70 والاكس 95 البلس، في حركه. بس السؤال اللي بتساله كل شويه، طب هي الاسعار هيحصل فيها ايه؟ هل في امل اسعار تنزل؟ لا، مش باين خالص. والعربيات بقت سلعه اسعارها طايره طايره، مفيش حاجه تانية تتقال غير كده يعني. بس فاعتبروني حاليا في الايفنت بتاع جي اكس 3 برو. عربيه شكلها لذيذ، بس هنشوف السعر هيطلع شكله ايه. مش عايزين حاجه بقى مطرقعه، يحاولوا يخلوها كده ايه 700 حاجه كده في الرينج الهادي، العائل اللي هو العائل بتاع دلوقتي. الارقام دي كلها تخض، لانه الصدمه لسه ما يعني ما بتنزلش، يعني صدمه تقيله قوي. وهتشوفوا على القناه تركيز على عربيات اقتصاديه اكتر، ومش بس كده، على عربيات مستعمله اكتر، عربيات مش جديده، عربيات ممكن تبقى مناسبه يعني اخره بالسيرات، وكان اوبشن مش وحش. فالواحد لازم يغير النظره بتاعته ويبص على كل حاجه بقى في السوق متاحه، ونتفرج ونشوف ايه اللي بيحصل. بس كلمتين حبيت اقولها لكم بمناسبه اطلاق جي اكس 3 من ابو غالي. سلام.